بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. إن شاء الله قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنساش اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 110 متر. ده شكل البرج بتاعها اهو من بره. ده برج 11 دور، الشقه في الدور السابع. ده كده الشارع، الشارع بتاعها 10 متر. طبعا هيترصف، هو لسه ما اترصفش حتى الان، بس هيترصف لانه اصبح شارع رئيسي والعربيات جايه منه اهي، اصبح شارع رئيسي. من شارع 30 متر، الشارع اللي هناك ده عند الشجر اللي هناك ده 30 متر. ده كده المدخل بتاع البرج. اسانسير ولكنه لسه ما اشتغلش. نبدا نخش الشقه بتاعتنا. الشقه مساحتها قلنا 110 متر. هي الشقه على الطوب الاحمر. ده كده الحمام الاول، هي غرفتين ورسبشن ومطبخ واتنين حمام. ده الحمام الاول اللي هو بتاع الضيوف، مساحته تقريبا متر في متر ونص. ده يعتبر مساحة كويسة بالنسبة لحمام ضيوف يعني. ده الريسبشن بتاعه اهو، الريسبشن ده تقريبا يعمل له حوالي 4 في 6 او 4 في 5، 5.5 في الحدود دي كده، بس هو ريسبشن كبير ما شاء الله. الواجهة بتاعت الشقة دي واجهة بحري، يعني ده البحري. طبعا هي شايفة الدائري، وبالنسبة برضو الناس اللي عايزة تطمن، هي بعيدة جدا عن حرم الدائري الحمد لله، يعني بعيدة عن الهدد والحاجات دي. نبدأ كده نخش على أول غرفة معانا هنا من الريسبشن. غرفة ما شاء الله كبيرة مرتاحة، تعمل لها حوالي 4.5 مثلا في 4.5 تقريبا في الحدود دي، أو 4.5 في 4. فيها طبعا بلكونة، بلكونة اهي عرضها حوالي متر وطولها حوالي 4 متر او 4.5 متر. ده الشارع اهو من فوق، احنا في الدور السابع. الشقة دي عنوانها فيصل شارع المنشية من ميدان الساعة، وممكن برضو تدخل من المطبعة، يعني ممكن تدخل من الطلبية وممكن تدخل من المطبعة اللي هو شارع عمرو بن العاص. ده كده هنا معانا المطبخ، مساحته ما شاء الله حلوة مرتاحة، يعمل له حوالي مثلا 2 متر في 4 متر تقريبا، مساحته مرتاحة حلوة جدا ما شاء الله يعني. كده هنخش على الحمام. ده كده معانا الحمام، مساحته كبيرة برضو مش صغير على فكرة، ياخد بانيو مرتاح جدا. دي كده معانا الغرفة التانية، برضو مساحتها كبيرة برضو حوالي 4.5 في 4.5 او 4.5 في 5. الشقة دي مطلوب فيها 250 ألف. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.